مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه لاخر اشواط هذه الفتره الصباحيه بعد ان تابعنا هناك 8 أشواط للصعود، ثم الاشواط الذي تلتها 12 شوطا ضمن الاشواط المفتوحه، وها هي الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام لشوطنا هنا الأخير الخاص بالقعدان، هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذه الانطلاقات المتميزة الجميلة. نتابع هذا الأداء، نتابع هذا الانطلاق، ونتابع هذه المسيرة بهذه الانطلاقة المتميزة، نتابع هذا الأداء المميز الجميل ونسير مشاهدينا الكرام هنا مع الصدارة ومع المقدمة، مع مقدمة هذا الشوط والشبابي من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول سالم بن محمد بن نعيف العامري، وفي المركز الثالث الماهر لسعيد بن بطي بن محمد بن مصبح الشامسي من يأتينا على المركز هذه اللحظات الثالث، ومن الجانب الآخر من الجانب هنا نتابع مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق المميز والجميل والوصول، الوصول من شاهين محمد بن سيل بن سالم بن هيا العامري من انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة، قلب موازين هذا الشوط راس على عقب بهذا الانطلاق. المركز الثاني، المركز الثاني الماهر سعيد بن بطي بن محمد الشامسي من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث المركز الثالث، المركز الثالث والقادم هنا مشاهدينا الكرام من اشوان سالم بن مبارك بن سالم الزرعي والسراب الشبابي، هو صار الزعيم بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام. ومن الجانب الاخر هناك ياتينا شرط ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي قادم بكل قوة ايضا هنا بهذا الاداء المميز الجميل، هو القدوم من قبل مستحيل لسعيد بن محمد بن غفان بن عرضي الحميري من يأتينا هنا ويتسلل، الوصول كذلك هنا أيضا بهذا الانطلاق المميز الجميل الذيب شافي بن علي بن شافي بن هويدي العجمي من ينطلق، ولكن بعود إلى نشوان من غير على الصدارة، غير على المقدمة على المركز الأول مع الزعيم من انطلق على صدارة هذا الشوط نشوان سالم بن مبارك بن سالم الزرعي من يأتينا على الصدارة على المقدمة، أبو الشبابي يقدم لنا هنا نشوان سلام عليك يا الزعيم على هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في شوط الختام، ختامها مسك لهذه الفترة الصباحية. موعدنا سوف يكون في الثانية من بعد ظهري هذا اليوم، وها هي الانطلاق والتحدي لنشوان، انفرد ما شاء الله، انفرد بالصدارة، انفرد بالمقدمة بالمركز الاول نشوان لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي، انت زعيم وزعيم بالفعل، ينطلق بهذا الاداء المميز ما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج ما يحتاج يا الزعيم يا ابو شبابي، ما يحتاج اوامر، انطلاقته متميزة وانفرادته جميلة ولا اروع من انفراده باداء جميل. تهانينا، سلام للسلطنة، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل بهذا الأداء. ها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بدون أي منازع على الإطلاق، تهانينا ولحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني من وصل مشاهدينا الكرام هنا أيضا بهذا الانطلاق شمشوم بن محمد بن راهد بن علي مفتاح الشامسي المركز الثالث من وصل، هناك أيضا شرط ابراهيم بن سالم بن علي الدرعي من وصل على المركز الثالث، وفي المركز الرابع وبقيه المراكز مشاهدينا الكرام كان اداء مميز مشاهدينا ومتابعينا الكرام.
نعود هنا ايضا مع نشوان وادائه المميز، تهانينا وناموس على هذا الاداء الجميل والتحدي والإثارة هنا لسالم بن مبارك بن سالم الزرعي على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا على هذا الأداء الأبو الشبابي والتوقيت الزمني الذي سجل في هذا الانطلاق المميز الجميل. اسمه تعزوة وحمدان لي بالكرم موصوف مستوى في علي النوم مثل القمر لي واضح. ناخذ مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني لمجريات واحداث هذا الشوط، وكان مشاهدينا الكرام الشوط ايضا تهانينا وناموس ايضا السيد هنا ايضا سالم بن مبارك بن سالم الزرعي على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا والناموس والتوقيت الزمني الذي سجل 4 دقائق 22 ثانية 29.9 أجزاء من الثانية، أفضل توقيت يسجل تحت أقدامي هنا أيضا نشوان، تهانينا لأبو الشبابي على أفضل توقيت زمني سجل في هذه الفترة الصباحية. بينما المركز الثاني شمشون من أتانا أيضا على المركز الثاني، هناك أيضا قاطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 4 دقائق 28 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل أيضا لأيضا محمد بن راهد بن علي بن مفتاح الشامسي. بينما المركز الثالث كان مشاهدينا الكرام توقيته 4 دقائق 29 ثانية وأيضا 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لأيضا شرط إبراهيم بن سالم بن علي الدرعي، تهانينا والناموس للجميع. هكذا أيها الحبل الكريم